خليل القشطة، رافت القطاطي القططي، عبد الكريم النواجحة. كيف الإغاثة الإسلامية؟ والله هي ممتازة، يعني بتعطي بالنظام وفي عندهم نظام ومزبطين، يعني هي دائما موجودة. والله دائما موجودة والله يرضى عليهم. طب دعوة لهم هيك الأساس. الله يا شيخ يوفقهم ويأخذ بيدهم. أنتم من أهل رفح طبعا. من أهل رفح. لهم الشكر والحمد كثر الخير، نشكرهم على هالمساعدة لسعب. اليوم أخذنا معونات من الإغاثة الإسلامية، وبنشكر الإغاثة الإسلامية على هذه المعونات السخية اللي كان لها يعني الأثر الكبير في نفوسنا، وأشالت عنا كل العبء، وقدرنا بالإغاثة هذه والإعانة هذه نفرش ونشرب ونأكل من الإغاثة الإسلامية. والشكر كل الشكر للإغاثة الإسلامية والقائمين عليها. باسم أهالي محافظة رفح في قطاع غزة وباسم الشعب الفلسطيني نتقدم بالشكر الجزيل لكل من ساهم في دعم مشروع إغاثة أهالي البيوت المهدمة في محافظة رفح. وتعتبر هذا برنامج اليوم هو جزء من البرنامج العام لمساعدة أهالي رفح، وهذه القافلة الثانية التي تم مراعاة احتياجات الأسر من أدوات مطبخ ومن مواد غذائية ومن فرشات ومن إحرامات ومن مواد تنظيفية، وكما ذكرت سابقا هو جزء من المساعدات التي تقدم لأهالي رفح الذين فقدوا منازلهم. مرة أخرى نشكر كل من ساهم في هذه الحملة، ويعني تذكر أبناء رفح من أجل مساعدتهم في هذه الظروف الصعبة التي يمرون بها منذ أكثر من 3 سنوات نتيجة الحصار وهدم البيوت المستمر. ونتمنى أن تستمر هذه المساعدات من أجل مساعدتهم حتى يتم إسكانهم في مساكن جديدة. وبارك الله فيكم.